هلو جايز كيفكم؟ ويلكم باك تو ذا شانل. فيديو اليوم بيسكلي راح يكون فلوج بكل معنى الكلمه. راح تشوفوا كثير ايفنتس، كثير كليبس كلهم مع بعض بهذا الفلوج. خلينا نبلش. شيان تفضلوا بالفرنش. اللي بيجي لهون ولا مرة وصل لفوق. ايش ده طبعا. يلا. ردنا يا انا. مرق انا في هالشنطة. الم؟ اوه. والله نسيت. هذه فيك توقف هون وتمر. Can I get the make the order today? ومن بعد ما خلصنا حريصة overall حبيت أعطي مثل feedback على الموضوع. One of the best things بحريصة background music، كنا كيف ما عم نبرم عم يكون في background music. ما بعرف إذا طلع بالفيديو clear، بس كتير كان حلو background music، يعني كيف ما نروح في هيك soft background music. Okay guys, this is the second day. Basically رحنا على drift، صورت لكم شوية footage، فوتوا بالفيديو.
سو جايز الفوتج اللي هلا رح تشوفوه كنت مصوره قبل ما نروح على حريصة على الدريف، بس حبيت احط لكم اياه بهذا الفلوج. كنت حعملهم ديفرنت فلوجز بس شفت الريتنجز على الانستغرام طلبتوا انه احط كل الفوتج بفلوج واحد ويطلع فلوج طويل. بهذا الفوتج الكواليتي مش كثير منيحه لانه ما كان في لايتنج منيح بالبرايفت بول، بس قد ما في جربت صور لكم حط لكم ذا بيست كليبس. سو فوتو هاي هادي نزلنا هاي هاك بتنزل تحت المويه ها كمان. So make sure you drop a like إذا عجبكم هذا type of videos editing overall. أنا بشوفكم فيديو جاي. Peace. Let's go.